لا بصراحة مفيش أغاني جاية في بالي دلوقتي، أنا بفكر أخش إزاي البيت، بفكر أخش البيت إزاي بصراحة، أجيب لك أحلى إزاي يعني. دلوقتي طالع من الامتحان يعني كنت حاسس براحة نفسية، حتى لو هو مش حالي كويس وفي أسئلة ممكن يكون وقع فيها أو أي حاجة، أهم حاجة الواحد راحة نفسية وراضي ضميره إن هو حل بمجهوده ما أخدش حاجة من حد، وفي نفس الوقت إن هو فرحان يعني خلص من السنة دي واللي جاي خير إن شاء الله.